انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي لا تقتصر على المدنيين بل تمتد إلى السياسيين السنة الذين يعترضون على إشراك الحشد في العمليات العسكرية في محافظاتهم. مصادر رسمية من مجلس محافظة الأنبار أكدت للعربية أن ميليشيات الحشد الشعبي تهدد أعضاء مجلس الحكومة المحلية بالتصفية الجسدية إذا ما عاودوا الحديث عن تجاوزات الميليشيات تجاه المدنيين. وخصص الحشد تهديده على الأعضاء في لجنة التحقيق التي فضحت جرائم الميليشيات بحق المدنيين في النواحي التابعة لقضاء الفلوجة. ولم تقتصر تهديدات الميليشيات على الحكومة المحلية في الأنبار، بل هددت أيضا أي مسؤول حكومي يعارض مشاركة الحشد في معركة استعادة الموصل من قبضة داعش. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الميليشيات بتهديد السياسيين السنة في العراق، بل هو أسلوب متبع منذ مشاركة الميليشيات في منطقة جرف الصخر وتهجيرها للمدنيين السنة قبل نحو عامين، حيث أكد أعضاء في مجلس النواب سابقا تلقيهم تهديدات بالقتل في حال التكلم عن الانتهاكات أمام الإعلام.